عن تصفية الدم بعد الكبد، الكلى بتعمل على تصفية 180 ل 160 لتر من الدماء يوميا. تصفي يعني الدم بيخرج وبيدخل كمان مرة. الكلى هي المسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم وموازنة ضغط الدم، مش وارتفاع ضغط الدم المزمن اغلب اسبابه تكون مرتبطة في الكلى. في عنا تنتين، واحدة على اليمين وواحدة على الشمال. الكلى في داخلها 1,250,000 نفرون، اي وحدة تصفي داخلية. 1,250,000 على الجهة اليمين و1,250,000 على الجهة الشمال. الكلية بتعمل بنظام طاقة داخلي ذاتي، تعتمد على تدفق الدم من الشريان وخروجه من الوريد. سرعة دخول الدم وتدفق الدم وضغط الدم في داخل 1,250,000 نفرونز هو اللي بحدد عمل الكلى من ناحية رفع الضغط أو خفض الضغط. كل نفرونز، كل وحدة تصفية هو وحدة جهاز لقياس ضغط الدم. لما الدماغ تدخل على الكلى، النفرون بحس وبشعر جدران النفرونات في ضغطها. إذا الضغط منخفض على الشريان نفسه، في خلايا تعمل عمل الغدد الصماء. هذه الخلايا بتفرز هرمون الرنين من الكلى. هرمون الرنين يفرز في حال شعرت النفرونات انه الضغط منخفض، فبتفرز الرنين بدوره بده يروح ويتحد مع الانجيوتنسين اللي هو بروتين بيفرزه الكبد. الانجيوتنسين مع الرنين بيجيبوا لنا او بينتجوا لنا الانجيوتنسين 1. في هاي الحالة بنتقل عن طريق الدورة الدموية للرئتين، وفي الرئتين بسبب انزيمات عن طريق التنفس، ولما نتنفس بتحول لانجيوتنسين 2 اللي هي المادة الفعالة والهرمون الفعال في رفع ضغط الدم. الانجيوتنسين 2 هيعمل على تضيق في الأوعية الدموية والأوردة لرفع كمية الدم في داخل الأوردة والشرايين لرفع ضغط الدم. الانجيوتنسين 2 هيعمل على تضيق الأوعية الدموية في داخل القلب والشرايين التاجية. الانجيوتنسين 2 هيعمل على تفعيل الغدة النخامية في الدماغ، على تفعيل الغدة الفوكلوية، الغدة القضرية، على إفراز الألدسترون. والألدسترون يأثر على الكلى بحيث انه يحاول يخرج البوتاسيوم ويدخل الصوديوم اللي بتدخل المياه مع الصوديوم لمجرى الدورة الدموية، وهذا حيزيد الكتلة وحيزيد كتلة الدم وحيرفع الضغط. نفس التأثير الانجيوتنسين 2 بيأثر على الغدة النخامية لإفراز أنتيديوريتيك هرمون يرسل عن طريق الدورة الدموية للكلى بحيث إنها تخفف أو توقف إفراز البول وطرد المياه من الجسم. يعني هذا الهرمون هو هرمون حبس المياه في داخل الجسم، الهرمون الانتيديوريتيك هرمون او مضاد التبول من الغدة النخامية، كمان يحبس المياه وحيرفع الضغط. هذا ارتباط هرموني، ارتباط عصبي كمان، بس احنا هلا بنحكي عن الانجيوتنسين 1 وانجيوتنسين 2 والارتباط الهرموني في عملية رفع ضغط الدم. في المحصلة الكلى إذا استشعرت إنه فرضنا في نزيف داخلي أو نزيف خارجي والدم بينزل، ضغط الدم حينزل مباشرة، حتستشعره بكلة التدفق للدورة الدموية للكلى. فهاي المستشعرات 1.5 مليونين مليونين ونص مستشعر للضغط
بيعمل كل هاي العملية اللي حكيناها لرفع ضغط الدم بطاقة ذاتية، مش في حرك سكر ولا حرك دهون. الكلى بتشتغل بطاقة فقط عن طريق الحركة الميكانيكية لتدفق الدورة الدموية اللي بتحرك كل العملية دي. يعني صحة الكلى أساسي في عملية ضبط ضغط الدم والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. شغلة واحدة بس لصحة الكلى اللي هي عشبة الهندباء البرية. عشبة الهندباء البرية مميعة ومنظفة ومخففة من الحصوات ومضرة للبول ومخففة للضغط ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في المجال البولي وفي الكلى وفي النفرونات. عشبة الهندباء البرية بتتاخد إذا واحد عنده بده يسرع مرتين لثلاث مرات في اليوم، كاسة شاي، ملعقة من هذه العشبة، نحط عليها شوية ليمون، شوية عسل وبنشربها وهيك. يعني أسهل طريقة لتنظيف الكلى، ما بدنا نحكي عن طرق تانية هلأ، بس القصد إننا نعرف إنه الكلية هي اللي بتنظم موضوع تصفية الدم وارتفاع ضغط الدم أو نزول ضغط الدم. وهذا شيء بيشتغل ميكانيكي، يعني بعمل ذاتي، وعمل الكلية هو اللي زي ما شفنا حفز النخامية، الغدة النخامية في الدماغ على إفراز الهرمونات الأنتيبيوريتيك هرمون، وحفز الغدة النخامية، الكلية حفزت الغدة النخامية إنها تحفز الغدة الفوكلوية، الكلى مش الجهاز العصبي ولا الدماغ. بلش الموضوع في داخل النفرونات، والدماغ فقط أعطى استجابته لـ